هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا الأول خلال ال 72 ساعة الماضية كان في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وده كان بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهدنا الأمطار، وخاصة يوم الخميس الماضي الأمطار اللي كانت ما بين المتوسط للغزير، انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان نشاط الرياح ساعد بشكل كبير إن احنا نحس بالتقلبات الجوية. باعتبارا من اليوم يبدأ تأثير المنخفض الجوي اللي في معظم المحافظات وخاصة في المحافظات الداخلية، فاحنا هنحس بتحسن ولو طفيف في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم. تبدأ تزيد فترات شطوع أشعة الشمس في بعض المحافظات، يبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات ولو كانت ارتفاعات طفيفة بمعدل درجة لدرجتين. كمان سرعات الرياح هتعتدل، وده يمكن يحسسنا بشكل كبير بالتحسن في الأحوال الجوية. الطقس فترة النهار في المحافظات الموجودة في الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد بيعتبر طقس مائل للدفء خلال فترة النهار، دافي بشكل كبير في المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد أو جنوب سيناء، يظل مائل للبرودة في المحافظات الشمالية لأن لسه المحافظات الشمالية اللي موجودة في السواحل الشمالية فيها سحب منخفضة ومتوسطة بتحجب أشعة الشمس، فده لسه هيحسسنا بالبرودة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ده فترات النهار. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة بيكون الانخفاض ده ملموس أكتر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر فترة الصباح الباكر. تظل الأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة كمان إن اليوم فرص الأمطار هتكون موجودة معانا لكن بشكل أقل من الأيام الماضية خاصة في المحافظات الداخلية. اليوم متوقع استمرار أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية مطروح إلى الإسكندرية. هل هي مؤثرة على يعني أعمالنا اليومية؟ هي ان شاء الله تكون بشكل يعني متقطع وعلى فترات من اليوم، فان شاء الله ما تاثرش على اعمال الانشطه اليوميه خاصه في المحافظات الساحليه لانها اكثر تاثرا بالامطار زي مطروح الاسكندريه البحيره قصر الشيخ الدقهليه. تمتد الامطار بكميات اقل تكون خفيفه قد تكون متوسطه للسواحل الشماليه الشرقيه مدن القناه جنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص ضعيفه لامطار خفيفه في مناطق من القاهره الكبرى وتتلاشى طبعا من باقي محافظات الجمهوريه. الاحوال الجويه لسه فيها يعني امطار كمان معانا بكره الحد ان شاء الله، يعني لسه فرص الامطار موجوده معانا الحد لكن تدريجيا، يعني يوم الحد هنلاقي ان الاحوال الجويه احسن من يوم السبت، ومع يوم الاثنين ان شاء الله يكون في استقرار تام في الاحوال الجويه، بدايه ارتفاعات في قيم درجات الحراره، تعود تاني الاجواء مشمسه بشكل كبير فتره النهار ودافيه، لكن اللي هناكد عليه ان فترات الليل هيظل فيها البروده الشديده، هنلاقي فرق قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل واضح ومؤثر بشكل كبير، لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحراره. الشبوره المائيه هتعود تاني ظاهره جويه مؤثره فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر خاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. طيب السؤال اللي هيبقى اشهر سؤال مكمل معانا لحد الشهر اللي جاي او بدايات الشهر اللي جاي في شهر امشير، سرعه الرياح عامله ازاي؟ بتاثر على الملاحه البحريه بشكل اخباره ايه؟ وكمان يعني محمله برمال واتربه ولا لا؟ هو طبعا امشير معروف ان بيحصل فيه دايما نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، لكن احنا على مدار الاسبوع ده يعني من النهارده السبت حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله تدريجيا سرعات الرياح هتبدا تهدا او تعتدل في معظم المحافظات، فمش هيكون في اي نشاط رياح مؤثر على حركه الملاحه البحريه او حتى كمان يكون مثير للرمال والاتربه، بس ده على مدار الاسبوع، جايز جدا بعد اسبوع ما ينتهي يحصل تاني
يعني نشاط سياح مثير للرمال والاتربه، فعشان كده احنا بنقول مهم جدا في الفتره دي بتبقى فتره التقلبات الجويه بشكل سريع كمان وبشكل حاد، كل اسبوع بيحصل فيه حاجه، فمهم صحيح. جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. الملابس دي اللي هنأكد عليها، لان الفتره دي هتبقى فتره عياء، بالليل بالنهار دفء، بالليل طقس شديد البروده، فلازم الملابس الشتويه الثقيله، فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، وطبعا تمام. القياده بهدوء تام. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 19 والصغرى 12، العاصمه الاداريه 19 10، اسكندريه 18 10، والعلمين الجديده 18 10، مطروح 17 11، ودمياط 18 13، بورسعيد 19 11، الاسماعيليه 19 10. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19 10، كاترين 12 3، وطابة 18 10، كاترين 23 18، وشلاتين 27 17، شرم الشيخ 23 14، الغردقة 23 14. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19 9، الوادي الجديد 23 6، أسيوط 20 7، سوهاج 21 8، قنا 21 9، الأقصر 22 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 10. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لجمانة ومحمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.